أخبار اليوم. في مهرجان نفرتيتي الدولي للأزياء النهارده كان لنا لقاء مع المصممة الإماراتية منى المنصوري. برحب بك بقوية أخبار اليوم. أنا بشكركم اليوم واهتمامكم وحضوركم وتشريفكم لنا اليوم. في البداية أستاذة منى حضرتك تكلمينا الفكرة جت إزاي وحضرتك فكرتي فيها زي إن يكون المهرجان لذو طبع فرعوني. أول شيء الفكرة إجت لما صار في مثل انفجار وكذا وكان في أحد الزملاء والأصدقاء صحفي قاعد فيقول نحن نتعب لين نرجع البلد ونكتب إنها آمنة ويأخر يعني يغير المفهوم هذا. قلت له شو رأيك إن نحن في نفس المكان هذا كان صار مشكلة في الأقصر إن نحن نسوي تنشيط للسياحة ونثبت إنها آمنة بطريقة يكون هادفة ليها هدف ليها وقع يعني فيها هدف يكون. فقلت له نسوي عرض أزياء بس يكون ثقافي يكون حضاري يكون تاريخي يلقي الضوء على تاريخ الأزياء وفخامة الأزياء الفرعونية نستوحي منها. كتبنا الفكرة ومشكورين هيئة السياحة ووزير السياحة السابق وافقونا وبدأت من 7 شهور في البحث عن المصممين ترتيبات المراسلات المخاطبات. تعبت كثير لأن كان مفروض يعني مجهود شخصي لوحدي. حضرتك تكلمينا بقى زي ما قلت كده عن التجهيز للاحتفالية دي أو للمهرجان. حضرتك قلت إنها خدت حوالي 7 شهور. حضرتك عملت إيه خلال ال7 شهور ده؟ والله المخاطبات سفري للمصممين إقناعهم. أنا مريت بمرحلة يعني ما أبغي أقول لك إن بعض الإعلام اللي هو التوك شو مش الإعلام الكتابي يعني مرتين أنا تأثرت من هذا الموضوع كانوا ينقلون يعني يصير مال الغردقة هذه البومبينج اللي صارت نقلوها وضخموها فانسحب عني واحد من المصممين الفرنسيين. الحين لما صار موضوع الطيارة انسحب مني 3 محطات أجنبية. عندي القناة الروسية والقناة البلغارية كان عندي 2 بلغاريين والبلغاريين كانوا يركضون ورانا عشان يصورون إن مصر آمنة وكذا. صار موضوع الطيارة تناولها الإعلام بشكل وايد مضخم فأثرت علينا ولكن الحمد لله أنها وصلت لها والحمد لله أن بعض المصممين أو أجمعهم كلهم متشوقين لزيارة مدينة رائعة من آلاف السنين مثل الأقصر. فأنا أعتبر بحد ذاتها فيها تحدي. نحن عندنا تحدي غير في بعض المعوقات كانت تصادفنا ولكن الحمد لله كل شيء يعني الحمد لله انتهى. يعني حضرتك تقول لنا بس عدد الدول المشاركة قد إيه والمصممين اللي لغاية دلوقتي موجودين كعدد حول قد إيه؟ 12 عندنا مصممين 2 من أسبانيا عندنا 3 من فرنسا عندنا من إيطاليا إيفان وعندنا من بلغاريا 1 وعندنا من العراق بس من العراق فيزتها الحين 1.5 شهر. يعني أنا فعلا هاي الإنسانة عبقرية أحيانا في أمور يعني ليش 1.5 شهر للحين ما تطلع فيزتها. يعني عندنا من مصر مصممين 2 عمرو البنا ومحمود غالي. بالإضافة أني أنا حبيت في مثل هذا الإيفنت العالمي الضخم أن نحن نقدم دعم لإحدى كليات التصميم في مصر فكل طالب 5 طلاب كل طالب راح يقدم تصميم واحد بس اشترطت عليهم التصميم اللي ما راح يكون على المستوى مش راح يطلع على الستيج. أنا على فكرة في شغلي وايد دكتاتورية حتى على الأسبانيين حتى قلت لهم إذا في شيء أنا ما عجبني مش راح يطلع على الستيج لأن نحن هذه مسؤولية ويجب أن نكون على قد الثقة اللي أخذناها. فأتمنى إن شاء الله أن يعجبكم وأنكم تشوفون إن شاء الله. مهرجان السنة دي واخد الطابع الفرعوني. حضرتك تكلمينا على الأزياء اللي أنت هتقدمي فيها. أنا راح أقدم هود كوتور بس بطريقة فرعونية استخدمت المفردات يعني خذيت زهرة التوليب خذيت أجنحة حوراس استخدمتها في التطريزات استخدمت الألوان 4 اللي هي معتمدة دائما كانت في الجولري اللي هو الأحمر الماروني أو المرجاني اللون التركواز اللون الذهبي واللون الأبوتست اللي هو الرويال بلو. ما طلعت عن هال4 ألوان وهذا مش صعب لأي مصمم إنه يتقيد ب4 ألوان ويتحرك فيهم. وبعدت عن اللون الأبيض لأن اللون الأبيض هو اللون الوحيد اللي كانوا دائما يستخدمونه الفراعنة كان سائد فقلت خليني أبعد عن السائد وخليني أشتغل في ألوان أخرى تكون أكثر صعوبة. حضرتك تكلمنا عن مشاركة الفنانين العالميين منهم الفنانة ناتاشا في المهرجان دوت. والله ناتاشا يعني شوي ورح تتجنن من كثر ما جننتنا بالإيميلات ومتى الإيفنت متى أوصل ومتى وسوتنا إن هذاك الفيديو كليب حبتي لا 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 نحن هي لما شافت هي كانت تتصل وتبغي تسأل وكيف المشاركة وكيف كذا. أنا حابة بعدين قلنا لها تفضلي
يعني حقيقة من طريقة السرد على الموقع تبعنا كتبنا نحن كيف مسوين وكذا، فجميل ان نحن استقطبنا. لكن دياز الفرنسية مطربة فرنسية، وهذه صار لها 3 شهور قاعدة تتعلم عربي عشان خاطرها تغني بلدي يا بلدي. فيعني تصوري ان واحدة قاعدة 3 شهور تتعلم عربي عشان تغني اغنية بلدي حلوة يا بلدي في المهرجان. عندنا هذول، عندنا إيفانا، عندنا لينكا، عندنا ملكة جمال البكيني، عندنا ملكة جمال السياحة الأوروبية. ملكة جمال السياحة الأوروبية جدا سعيدة لزيارتها، لأنها راح تكون ثاني زيارة لها، بس هي عمرها ما شافت الأثر، فلذلك هي مبسوطة أنها راح يكون دورها هالمرة مختلف. لما ملكة جمال السياحة الأوروبية تي، هذا شيء ترى مش سهل إن حد يقدر يستقطب ملكة جمال السياحة الأوروبية، لأن كل المجلات الأوروبية راح تتابعها، فإنها تنزل مصر معناتها نحن we are safety، إحنا مصر آمنة. لأن هذا قاعد يصير بكل مكان، يعني في فرنسا وهم قاعدين على الكافيهات رشوهم وماتوا. يعني ليه أنا استغرب أحيانا ليش الإعلام المصري يساعد على إنه يخرب اقتصاد بلده؟ يعني والله أنا أزعل. بلجيكا صار في انفجار داخل المطار كامل وناس ماتوا، الموضوع انتهى، لا حد طلع يفتي ولا حد طلع يحلل ولا حد. فنحن نتمنى، أنا والله أتمنى إن الإعلام يتقي يعني شوية ويحب بلده، ولما تصير يعني شغلة مش ما يهولونها، ما يكبرونها، إنها قاعدة تأثر حتى على الناس اللي تبغي تستثمر أو ترجع تستثمر. نشكر حضرتك على المجهود الرائع، وبرحب بيكي دايما ضيفة عزيزة بوابة أخبار اليوم. شكرا لك. شكرا.